السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب لمعلومات. إن شاء الله في هذا الفيديو كيفاش نفليكسو من باريديوموب بطريقة سهلة جدا بدون أي مشاكل. قبل تشغيل هذا الفيديو خاوتي ما تنسوناش بالاشتراك وخاصة تفعيل الجرس بس يوتيوب جديد. نبدأ عبارة الله. أولا باش تقدر تفليكسي من باريديوموب لازم تكون عندك حساب في باريديوموب. تجيني هذه الواجهة، بعد روح الدفعات، ومن بعد روح كل انواع معامله. مثال انا نحوس نفليكسي ندير هذه الاولى موبايل، نتختار الشبكه اللي عندك سواء كانت موبيليز ولا جيزي ولا اريدو. هما مثال انايا نحوس نفليكسي موبيليز، ندير اختار المصدر الاموال، ومن بعد تكتب النيميرو بدون صفر. مثال صفر نديرو حنا 6، نديرو 97، 62، 75، 57، ومن بعد مثال دير مبلغ مثال 10000، دير 10000، ومن بعد دير مواصلة، يجيك واحد الكود في التليفون، دخلو هنايا ودير أوكي، يجيك الفليكسي في التليفون تاعك، صح؟ مثال نروحو لجيزي، نروحو هنا أريدو، كذلك نفس الطريقة تختار مصدر الأموال أو مصدر عملية. تكتب هنا كذلك 5 55 كذا بهذه الطريقة خاوتي، ومن بعد دير مبلغ مثال 10000، مثال دير 20000، 200000 كما حبيت، ومن بعد دير مواصلة يجيك الكود، دخل الكود ودير المواصلة يجيك فليكسي في الأوريدو. كذلك نفس الطريقة كما جيزي، تاني تدخل جيزي تختار العملية مصدر العملية، ومن بعد تكتب النيميرو مثال 7 وتكمل مثال 77 بهذه الطريقة، ومن بعد دير مثال 10000، مثال دير تفليكسي مثال 100000 بهذه الطريقة، ومن بعد دير مواصلة يجيك الكود في التليفون، ومن بعد دخله هنايا ودير اوكي يجيك الفليكسي بهذه الطريقة. كذلك مثال تحوس دير تحويل الاموال بين حسابين، تدخل التحويلات بهذه الطريقه، ومن بعد دير كل انواع معامله، ومن بعد دير نحو حساب اخر. مثال تكتب هنايا سي سي بي، خذ اخر مثال بهذه الطريقه. هي يتكون من 20 رقم، ودير المواصله بهذه الطريقه خاوتي. دقيقه نديرو مثال خاوتي باش يكون الفيديو واضح، دير المصدر بهذه الطريقه، ومن بعد مثال دير مثال 00 18، نديرو مثال 18، 94، 98، 75، مثال 60، دير مبلغ مثال نقولو حنايا دير مليون، مثال مليون نديرو 100000، دير مواصلة. بعد تجيني هذه الواجهة خاوتي، هنا يقول لك 100000، ومن بعد دير حصل على الرمز خاوتي، ودير هنايا الكود اللي يجيك في الميساج، ومن بعد دير المواصلة، سيتم التحويل من باريديموب إلى حساب سي سي بي. ولازم السيد المستفيد لازم يكون عنده بطاقة ذهبية، مو شرط تكون عنده باريديموب، المهم تكون عنده بطاقة ذهبية باش يقدر استقبال من باريديموب إلى حسابه سي سي بي بهذه الطريقة. صح، نروحو مثال نديرو معاملة بدون بطاقة. تبع معي فيديو مليح باش تفهم. مثال نروحو معاملة بدون بطاقة، نقدر على معاملة بدون بطاقة، ومن بعد نكليك على الزائد، ومن بعد نديرو هنا مصدر الأموال بهذه الطريقة، نديرو سحب بدون بطاقة. هنايا وقتاش تموت هذه العملية؟ مثال درك راها تقريبا 8:26، هذه العملية وقتاش تكمل؟ وقتاش انتهاء صلاحيات؟ صح، اليوم 12، مثال 12 اليوم نديروها مثال 12، معنى هذه العملية تكمل مثال نقولو 9، 9 نديرو حنايا 10، نديرو حنايا 10 قال 10،
10 قال 10، معناه يوصل هذه او هذه الساعه كما نقول حنايا العشرة قال 10 سيتم تلقى العمليه، معناه تحبس العمليه، معناه يحرق النيميرو. قبل هذه قبل نص ساعه هذه ساعه لازم يخرج هذه الاموال، حبيت تزيد الوقت تزيد الوقت انت حر. ومن بعد نديرو مثال 100,000 دينار ولا 200,000 كما حبيت، نديرو انشاء بهذه الطريقه. حنا درك ما عندناش دراهم في البريدي موب، يجيك واحد يعطيك واحد النيميرو تاع السحب، ويجيك واحد الكود في الهاتف تاعك، تعطي له النيميرو الطويل نتاع النقدي، يقول لك النقدي ونتاع السحب، يجيك واحد الكود في التليفون تاعك وتعطيه له ويخرج دراهم عادي بدون اي مشكل. هذه هي خدمات نتاع بريدي موب. تقدر ثاني دير تغيير اللغه نتاع بريدي موب، تقدر تبدل مود باس. هذه هي خدمات، هذه طريقه باش تقدر تخدم بها في البريدي موب. وحاجه نسينا اخوتي، تقدر تخلص الانترنت ثاني كذلك. نروحوا الدفعات، نروحوا الاتصالات او اجيتيكم، ها هي تختار ثاني الاديازال ولا ايدروم ولا حتى البصريه، وكذلك حتى تخلص الدين نتاع التليفون نتاع الاديازال ولا نتاع البصريه. وتقدر ثاني تاكتيفي الانترنت في جميع خدمات. مهم خاوتي اللي عنده اي مشكله ولا عنده اي استفسار يخلينا تعليق في هذا الفيديو، ولا يتواصل معنا عن طريق الواتساب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.